السلام عليكم يا شباب، كيفكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله احنا النهارده هنعمل حاجه بسيطه وسهله. كل مطلوب مننا حاجات بسيطه جدا: قلم رصاص، كراسه مربعات زي ما انتم شايفين، مسطره كبيره او صغيره بس يا ريت تكون شفافه زي كده تكون احسن، علبه الوان في الماستر اللي هي نفس الشكل ده. يا شباب دلوقتي الكراسه المربعات دي هي عباره عن مربعات متساويه تماما، المربع فيهم نص سنتي يعني المربعين 1 سنتي. فلما اجي اقسم تقسيمه الشغل بتاعي هتكون سهله وبسيطه. الاول بحدد مربع هشتغل عليه وليكن هيكون 10 سنتي في 10 سنتي. 10 سنتي هبتدي مثلا من هنا لغايه هنا، من 0 ل 10. لو انا لفيت الكراسه ودايما الف الكراسه او الف السكتش بتاعي وانا بشتغل وما الفش ايدي عشان الشغل يبقى مظبوط، بعدين هاخد اكس كده اكس كده ماشي، هاخد دي كده وهاخد دي كده. شوف انا مجرد ان انا حطيت نقطه ارتكاز هنا ما ينفعش اروح كده، هتبان ان انا مش على الخط، يعني لازم اكون على الخط اللي هو ملتقي مع نقطه الايه الطلاقه دي، فلاقينا نفسه بسرعه كده شغال ما فيهاش اي صعوبه زي اي حاجه تاني. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هناخد بين اي خطين من دول هناخد مسافه معينه، خلاص وليكن مثلا مسافه نقطه دي، وهنعدها نفس الحكايه في كل مكان. شايفين الخط الاساسي اللي هو في النص ده؟ انا اشتغلت على الخط ده واشتغلت على الخط ده، من هنا لهنا خدت مربعين وعملت نقطه، على اليمين واخد مربعين واعمل نقطه، هكمل نفس الحكايه. بعد كده شايفين النقطه دي؟ اوصلها لكل خط تحتها، اي خط تحتها اوصله. طيب زي كده، طيب نقطه تروح الخط ده وتروح الخط التاني اللي بعديها، اي نقطه نازل لتحت انا هكمل وارجع. شايفين النقطه دي الارتكاز دي هوصلها باي نقطه ما فيهاش خط؟ دي ودي 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 ودي, ودي. كل دي لازم توصل نقطة الارتكاز أو نقطة الطلاقة دي، لازم كل الخطوط تروح لنقطة الطلاقة زي كده بالظبط. طيب عاوزين نسوي برواز كده على السريع، شايفين النقطة دي؟ هاخد النقطة اللي بعدها كده. Ba-da-b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 a